تعلم في خطر. إذا اليوم احنا كنجسدوا واحد الوقفة نضالية اللي كانت اليوم البارح كان استفتاء نسبة الإضراب حقت أعلى نسبة منذ ما يقارب مدة طويلة اللي جسدات الإجماع رجال التعليم جميع المشارب ديالهم للرفض ديالهم لهذا النظام الأساسي الذي سننعته باللا موحد ولا منصف ولا عادل ولا محفز. السي بن موسى راك أنت كتعوف فؤاد وشي غيلات عليا مية فؤاد آخر. السي بن موسى راه حنا كنبوك راه شي غيلات تعليميه كتنبك وكتدرك بان حنايا وصل السيل الزوبه سنتين من التفاوض سنتين من الحوار القطاعي تم خاض الجبل فولد فأرا. السي بن موسى راك ما كتعيش الهموم شي غيلات تعليميه راه هذا النظام الاساسي لا يعكس الحقيقه الواقع لا يحقق تطلعات الشعب المغربي للرقي بالمدرسه العموميه. والسي بن موسى واش بتصحيح اوراق الامتحان غادي نحفزوا الاساتذه؟ واش بيه غنحسنوا الوضعيه ديالهم؟ والاستاذ كيتقاضى على كل ورقه 3 دراهم و20، واش 3 دراهم و20 في السنه للورقه الواحده والورقه المتغيبه ما كيتعوضش عليها؟ غيحسن الاجر ديالو مره في السنه السي بن موسى؟ واش كتضحك على الدقون؟ واش السي بن موسى انت عايش في مغرب اخر؟ واش هذا المغرب ماشي بجوج سرعات؟ واش قطاعات اخرى كتستحق الزيادات؟ وحنا ملي كنتكلموا على الزياده وتحسين الوضعيه وحفظ كرامه رجل التعليم كتقول لنا هذا حوار مركزي، علاش قطاعات اخرى؟ ما هو الفرق؟ حنا كنطالبوا بكرامه الاستاذ اولا، بالعداله العشريه، وباسقاط اسقاط المرسوم المشؤوم، مرسوم المآسي لا يرسخ اي شيء، وشكرا. السلام عليكم، معكم الأستاذة سعاد محراش، أستاذة سلك الثانوي التأهيلي. نحن هنا لنجسد إضراب الكرامة والعزة، إضراب الكرامة والعزة. نرفض رفضا تاما وقاطعا، نرفض هذا النظام الأساسي ببنوده وبمسمياته وبما جاء به من عقوبات تذل الأستاذ وتحطم كرامة الأستاذ. الأستاذ هو منارة المجتمع، الأستاذ ينبغي أن يكون قيمة مضافة على المجتمع. نحن مع تلامذتنا، نحن نعلم بأن تلامذتنا هم ركيزة المجتمع مستقبلا، ولا نريد أبدا أن نفرط في حقوقهم. لذلك نحن نطالب بحريتنا وكرامتنا وقيمتنا وإسقاط هذا النظام الأساسي. نريد العدالة الأجرية إسوة بباقي القطاعات، لا للتحقير ولا للتفقير. فلنكن جميعا يدا واحدة يا أستاذ ويا أستاذة من أجل إسقاط هذا النظام الأساسي. لا نريد هذا النظام الأساسي، هذا نظام يهين بكرامة الأستاذ، وكرامة الأستاذ فوق كل اعتبار. لذلك نناشد جميع الأساتذة من جميع الأسلاك التعليمية ومن جميع ربوع المملكة أن يكونوا يدا واحدة ضد هذا النظام الأساسي الذي يستهدف إدلال الأستاذ. فلا ولا وألف لا لإدانة الأستاذ ولتحقير الأستاذ، وشكرا. أستاذ علي الدرقال، أستاذ بثانوية مهدي بنونة. هذه الوقفة التي جسدناها هذا الصباح هي وقفة عرفت حضورا جماهيريا كبيرا، تقريبا أو كل مؤسسات مديرية تطوان حضرت بكثافة. هذه الوقفة بهذه الكثافة هذه كتعبر بأن نساء ورجال التعليم وصلوا إلى درجة من السخط على السياسة التعليمية وعلى السخط على وضعيتهم الاجتماعية والمادية أساسا، وكذلك على الوضعية المادية التي يشتغلون فيها بحيث أن التجهيزات والمستوى ديال المدارس العموميه تفتقر الى ابسط التجهيزات الضروريه. المهم ان هذه الوقفه جاءت
احتجاجا السياسة التعليمية ككل، وأساسا احتجاجا ورفضا للنظام الأساسي الذي لم يلبي مطالب الرجال التعليم ولو في حدها الأدنى، لم يلبي مطالب الرجال التعليم ولو في حدها الأدنى. ولا بد للوزارة وللحكومة ككل أن تستجيب لمطالبهم إنقاذا للوضع الخطير الذي. تحية نضالية اسم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس ابتدائي الإعدادي الثانوي. تنسيقياتنا هي مستقلة عن أي توجه حزبي أو توجه نقابي. ترحب بكل تنسيقيات بكل انتماءاتها، لأننا نحن يد واحدة وندعو للوحدة، وقراراتنا تنبع من قواعدنا. قراراتنا ليست فوقية، وإنما قراراتنا تنبع عن تشاور ورأي قواعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ محمد ياسين الشفاني عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، نرفض أو نعلن رفضنا التام لكل مخرج، لكل ما تم نشره من قبل الوزارة كنظام أساسي. طبعا هذا النظام الأساسي ظالم في حق الأستاذ، وحنا كأساتذة رافضين ومستعدين لخوض أشكال نضالية تصعيدية من أجل الدفاع على حقوق وكرامة الأستاذ وإرجاع المكانة الاعتبارية للأستاذ داخل المجتمع. عبد السلام شنقاو، منسق الإقليمي وعضو مجلس وطني التنسيقية الوطني للأساتذة التعليم الثانوي والتأهيلي، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للتنسيقية الوطني للأساتذة التعليم الثانوي، نخوض برنامجا نضاليا خلال هذا الأسبوع. هذا اليوم هناك وقفة أمام المديرية دعت إليها التنسيقية الوطني للأساتذة التعليم الثانوي في إطار الدفاع عن مطالبها المشروعة، وهي أساسا رفض هذا النظام الأساسي المجحف والذي يكرس تمييزا على مستوى الفئات التعليمية في المنظومة التعليمية. إذا الثانوي التأهيلي له مطالب كثيرة، منها تحسين الدخل بالزيادة في الأجور، تفعيل اتفاق 26 أبريل يعني 2011 إحداث درجة جديدة، مراجعة الأرقام الاستدلالية، يعني الرفع من التعويضات النظامية. هناك عدد من المطالب. أيضا التنسيقية الوطنية تعلن دائما تضامنها اللامشروط ودعمها الميداني للأساتذة المفروض عليهم وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوحدة النضالية، ونحن مستمرون في الميدان إلى حتى النصر من أجل تنفيذ وتلبية مطالبنا.